كونوا جاهزين لأحسن وأقوى فايت هاي السنة. The number one Arab lightweight. 24th of May, NBC Action, MEFC 4. Let's go! من الأردن المقاتل ليث الكيالي يطمح للعودة بقوة داخل قفص MEFC. بقدر أحكي عن كل الفايترية مشاركين بميدل إيست فايتين شامبيونشيب إنه إحنا مبسوطين إنه عندنا منصة زي هيك تقدر ترفع اللعيب العرب وتساعدنا إنه نورجي سكيلز اللي عندنا إياه. اسمي ليث كيالي، عمري 25 سنة، أنا أردني، أنا من اللايت ويت ديفيجن. آخر مرة دخلت في القفص كانت قبل 3 سنين، غلطت غلطة صغيرة، خسرت الفايت بقرار حكام منقسم. اللي من وقتها اللي 3 سنين بجهز بدخل الأمامي والحياة بطريقة جديدة، تعلمت كثير. فتجهيزاتي لمحمد ميتوشي إن شاء الله راح تكون من أحسن الفايتات راح تشوفوها هاي السنة يا رب. الحمد لله عندنا بتيم كيالي، احنا مش بس اختصاصنا مثلا بس جوجيتسو ولا بس سترايكينج، احنا بنلعب MMA ككامل. فالخطط تاعنا كانت انه نجهز بأي اشي ممكن يصير جوا القفص. بدي يلعب معي سترايك، انا بطل عالم سترايكينج. بدي يلعب معي مصارعة، انا بطل عالم مصارعة. بدي يلعب معي جوجيتسو، بطل عالم جوجيتسو. هذا الفايت كثير مهم لي، انا شايفها من اهم فايتات لي لانها الرجعة. It's the return of glory. فان شاء الله ان شاء الله راح تشوفوا من احلى احلى الفايتات هاي السنه. طبعا احنا كلنا عرب واهل الجزائر على راسي، بس رسالتي لخصمي، انا اسف يعني اضطريت انك تدخل الحلبه معي. هاي الفوز الي، مستحيل حد ياخذها مني.